كان لثورة الكرامة دورا رئيسيا وهاما في تصحيح المسار السياسي الذي انتهك الإخوان كل اتفاقاته وضربوا بعرض الحائط كل أسسه التي وضعها الإعلان الدستوري. فبعد أن ظهرت نتائج الانتخابات في العام 2014 وظهرت خسائر تنظيم الإخوان الإرهابي وفقدت أغلب الشخصيات المرشحة منهم فرصة الحصول على أي مقاعد برلمانية بعد أن اكتشف الشعب جزءا كبيرا من حقيقتهم، انتقل تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الخطة الثانية وهي تنفيذ انقلاب على نتائج الانتخابات ورفض الانتقال إلى بنغازي كما قرر للبرلمان. وفي تلك الأثناء وفي محاولة لإجهاض أي فكرة لإعادة تأسيس الجيش، طرح سياسيو الإخوان فكرة إقامة الحرس الوطني على غرار الحرس الثوري الإيراني لتهميش الجيش أو إلغائه تماما لتكوين جسم شبه عسكري ولائه للذراع السياسي الإخواني. وبعد فشل هذا المخطط ولتنفيذ خطة إسقاط الجيش الوطني، أصدر التنظيم الإرهابي أوامره لذراعه الميليشيوي درع ليبيا الذي تعاون مع أنصار الإرهاب في بنغازي للهجوم على مقرة الجيش وأبرزها مقر الصاعقة، مما اضطر البرلمان الانتقال إلى طبرق. وبدأ إعلام الإخوان الإرهابي حملة تحريض سياسي ضد كل من يطالب بتأسيس جيش قوي ووزارة داخلية قوية ومؤسسية. نتج عن هذا التحريض اغتيال العديد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين والصحفيين، ثم إطلاق عملية فجر ليبيا الإرهابية لتمكين ميليشيات إرهابية وجهوية من السيطرة على طرابلس، وهي العملية التي تم تدمير المطار فيها. وليبدأ التنظيم في الخطة السياسية الثانية وهي السيطرة على طرابلس من خلال الادعاء بأنهم يسعون للحوار السياسي. حكومة صخيرات التي تفرد السراج بها وقام بإقصاء كل أعضاء الرئاسية لتصبح طرابلس ومؤسساتها المصرفية والنفطية رهينة بين أيديهم، مما دفع بثورة الكرامة إلى الانتقال بكل زخمها لتحرير الجنوب ومن ثم محاصرة العملاء في طرابلس.